الخير واهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامجكم مش بالكلام. حلقتنا النهارده فيها اخبار وفعاليات وحوارات اقتصاديه هنبداها من التوقعات بانتعاش مبيعات الحديد والاسمنت مع استئناف اصدار تراخيص البناء منتصف الاسبوع القادم. هنروح بعدها لخصومات وعروض البلاك فرايداي الجمعه البيضاء المستمره حتى نهايه نوفمبر الجاري. وهنختم حلقتنا النهارده بكشف حساب عن البورصه المصريه خلال 2020 بحوار مع خبير سوق المال الاستاذ نسيم الجلاد رئيس مجلس اداره شركه النسيم للاستثمار والتجاره. استئناف تراخيص البناء بيرفع اسعار الحديد في مصر، سوق مواد البناء في مصر بيترقب استئناف اعمال البناء مره اخرى خلال ايام وتحديدا يوم الثلاثاء 24 نوفمبر الجاري بعد توقف دام 7 شهور. يأمل كل من منتجي وموزعي وتجار مواد البناء كحديد التسليح والأسمنت انتهاء حالة الركود اللي أصابت القطاع بأكمله طوال الشهور السبع اللي فاتت وتعويض خسائرهم وتصريف المخزون الراكد مع استئناف النشاط مرة أخرى. إلى أي مدى هتتأثر المبيعات بتعافي السوق مرة تانية؟ ده اللي هنعرفه من المهندس أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء واللي معانا دلوقتي على التليفون. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا، مساء الخير يا فندم. في البداية فندم، هل بتتوقع حدوث انتعاشة في مبيعات مواد البناء خلال الأيام اللي جاية مع استئناف إصدار تراخيص البناء مرة تانية؟ ده بالفعل السوق كله في حالة ترقب وانتظار شروط البناء بصفة عامة اللي كنا نتمنى أنها يعني تطرح قبل مواعيدها يعني حسب تعليمات أو توجيهات السيد الرئيس للحكومة، ولكن للأسف الشديد لم تظهر إلى النور هذه الشروط حتى الآن. كل السوق كله بيترقبها كمنتجين وشركات مقاولات وكعاملين في القطاع من عمال يومية لتجار مواد بورصة يقدروا إن هم يحققوا الخسائر اللي تعرضوا ليها أو جزء منها اللي تعرضوا ليها على طول الست أو السبع شهور اللي فاتوا، لأن السوق ما أصابش بالتوقف بس، السوق أصيب بالشلل التام يعني. صحيح، وأثر على قطاعات أخرى كثيرة يعني مش بس سوق البناء. أثر على كل القطاعات بما فيهم خزانة الدولة. حضرتك كل طن حديد بيستخدم وبخرج من المصنع بيتاخد عليه 14%. يعني لو الطن ب 10,000 جنيه ف 14% ب 1400 جنيه. يعني كل طن حديد ما بيستخدمش الدولة بتخسر. طيب، ما بين استمرار الموجة الثانية لفيروس كورونا وإن إحنا داخلين أو الإصدار التراخيص مرة تانية بيأتي في شهر الشتاء، هل ده بيقلل من فرصة انتعاش المبيعات مرة تانية؟ هو ده بالطبيعي في فصل الشتاء وتحديدا مع نهاية 11 و 12 ونص الأول من 1 نتيجة للنوات والعواصف، طلب بيقل والعمال حتى بتسافر اللي هي عمال المحارة والعمال اليومية، وانت ما بتقدريش ان انت تستخدمي خرسانة او تصب سقف عمارة في وقت المطر، ان احنا لازم نكون شغالين في خرسانات في وقت ما يكونش في مطر. طيب، لو بنقول ان احنا منتظرين هذا القرار لانتعاش السوق مرة تانية ولكن شركات الحديد استبقت استئناف النشاط ورفعت الطن 500 جنيه، هل الزيادة دي من وجهة نظر حضرتك مبررة وهل هيعقبها زيادات اخرى في باقي القطاعات؟ استاذ احمد، كان مهم جدا ان استاذ احمد يجاوب على هذا السؤال، احنا هنحاول نتواصل معاه مره ثانيه. هنا الكرام، احنا رجع لنا على التليفون استاذ احمد الزيني عشان يجاوب على السؤال المهم، لماذا استبقت شركات الحديد اعاده تراخيص البناء مره ثانيه برفع السعر ب 500 جنيه للطن، وهل ده هيشمل اسعار او ارتفاعات متتاليه في مواد البناء؟ استاذ احمد. ايوه، مساء الخير. انا اعتقدت ان حضرتك قفلت عشان مش عايز تجاوب على السؤال. لا 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 لا، مع حضرتك يعني الشركات قلت لك التوقيت ده بالذات، انا قلت لك هو في ارتفاع سعر الخامات رقم 1، رقم 2 تحفيز السوق يعني عشان
حالة الترقب اللي فيها عودة النشاط تاني. رقم ثلاثة إن هم يعوضوا جزء من الخسائر أو يعظموا أرباحهم، إن المصانع ما اشتغلتش طول السنة يمكن أكثر من 50% أو 60% من إنتاجها، ولكن ما هيبقاش فيه زيادات متتالية، هي نوع من نوع تنشيط السوق، ولكن هيعاقبنا الفترة اللي جاية نواك، والسوق أصلا في يعني في حالة من الشلل التام، ما فيش غير مشروعات الدولة والمدن الجديدة هي اللي بتعمل حاليا. النهاردة لما يتفتح باب الترخيص الناس مش هتبنى الصبح، لازم نوضح حاجة، إن أول ما يتفتح باب الترخيص وتضع الشروط، من سينطبق عليه هذه الشروط هو اللي هيتقدم بتصميم هندسي للحي التابع له، وعشان يستخرج رخصة ويبدأ البنى عايز عدة شهور. ليه يعني مش هيبقى ليها مدة محددة؟ يعني لأن ده يعني مشروع وده هيتم بناء عليه مشروعات أخرى. أنا عايز أقول لحضرتك النهاردة طبقا للشروط هعمل التصميم بتاع المبنى. طيب حضرتك دلوقتي بتقول إن تم السماح مرة أخرى بإعادة التراخيص، لكن الشروط والإجراءات هتاخد وقت طويل. لا 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 ما تسمحش لسه، لغاية اللحظة اللي أنا بكلمك فيها لم يتم السماح بعودة التراخيص مرة أخرى، إحنا منتظرين إنها هتنتهي يوم 24، فمنتظرين الشروط. تمام، يعني يوم 24 بتنتهي مدة إيقاف التراخيص، والمفترض إنها بعدها يطلع يوم 30، يطلع قبلها بيوم، يطلع بعدها بيومين، إحنا منتظرين الشروط اللي بناء عليه هيصدر الترخيص، وبناء عليه ملك العمارة أو ملك المشروع هيعمل التصميمات بتاعه طبقا للشروط اللي هيوضعوها. طبعا الشروط دي عشان انا اعمل تصميمات هندسيه واستشاري، دي حاجه بتاخد وقت. مش طيب خلينا ننتظر اليوم الثلاث، وان شاء الله حضرتك تكون معانا الخميس اللي جاي نتكلم على ماذا تم، وان شاء الله يكون يعني نظره حضرتك تفاؤليه للمستقبل، لان ده سوق مهم وبيشمل قطاعات كتيره جدا بتشتغل عليه، وايقافه كان بيأثر على الاقتصاد بشكل كامل. مشاهدينا الكرام خلينا نروح لفاصل قصير، ونروح بعدها لفقرتنا الرئيسية وكشف حساب للبورصة المصرية في 2020.